كنت في المعارضة 40 سنة، وعارضت الحكومات من 1960 حتى الحكومة ديال السي عبد الرحمن ديال التناوب، وقلت رأيي ورأي الحزب ديالي في الشؤون ديال المغرب. ولكن اليوم أنا ما مستعد شيء في واحد القناة دولية اللي كتصوب في العالم بأسره نجي هنا ندير المحاكمة لبلادي. محاكمة كنديرها أنا داخل ودرتها، ولكني مع مواطنين ديالي، مع أحزاب أخرى، مع الوزراء، مع حكومة، ولكن ما مستعدش أنا باش نهضر هاد الهضرة. سلموا مني إلا بغى يخطب في هذا الاتجاه، الله يعاوننا، أنا غادي نمشي بحالي. هناك سؤال أخير أريد أن أطرحه عليك السيد عبد الواحد الرادي، بما أنك اتحادي واشتراكي، لا أدري إن كنت ما زلت تسمعني. السيد عبد الواحد الرادي، مع الأسف فضل ضيفنا عبد الواحد الرادي النائب البرلماني ووزير العدل الأسبق عدم مواصلة المشاركة في هذه الفقرة النقاشية.